بحرت في دبارة ما عرفت شنو هو الطيب. تحب دبارة زمنية هيلة، تحب تحلية مزيانة، انت في العنوان الصحيح. في ديما عامرة موعدكم اليومي مع الكوجينة. كل يوم نحضروا معاكم باش نعاونوكم في الدبارة، باش نحاولوا بعض الأكلات القديمة، ونحاولوا زادة نعطيكم فكرة على التحلية بالنسبة للعيد. هاوش مازال أيامات إن شاء الله، ونعيدوا في خير ونعمة إن شاء الله. كالعادة يحضر معنا شيف وديع المروكي. أهلا وسهلا شيف، مرحبا بك. الحمد لله اسمع، شنو امورك انت؟ صافا الحمد لله يا ربي ورضاك. هيا شيف، شنو دبرت لنا بالنسبه اليوم؟ دونك بالنسبه اليوم باش نعملوا مقرونه جاريه. اي دونك باش ناخذوا ورده اسكارغو. اي حجمها مزيان برشا ويمشي مع الجاري كيما العقيق اللي عملناه المره اللي فاتت. دونك حبينا نبدلوا شويه، باش نعملوها بالبولي على الصدر نتاع الدجاج. اي بالنسبه للدوزيام اونتري الحقيقه فضلوا لي شويه سلايت من البارح. اي دونك وشت هي جا في مخي كاس حين تونسي. اوه هي اي قلت دونك روبوا عظمات ونعملوا صحين تونسي، وفيها كل شويه التن والليمون والكبار ما فيها بس، وندلوا بير واحنا خاطر نتوحشوها كمان الماكله. هو فما مثل تونسي يقول لك اللي يشتي شهوه يديرها فيها شيء. انا كان نقول لك مره شنو شتيت، حاسيلو فضحوني، شتيت لبلابي في رمضان صغيف. أنا اليوم هاكا صحن تونسي تسمى حاجة خفيفة بالنسبة للبلابي. سورتو معناتها هاكا فيه ديما سلايت اللي مستانسين ناكلوهم وخفيف كمان. اوكي دونك باهي. شنو مازال عندنا؟ مازال عندنا طبق رئيسي اللي هو باش نعملوا دجاجة في الكوشة. يعني روتي. باش نفوحوها تفويحة نتاعنا تونسية كي محرحرة وموززة وكولورها يطلع مزيان. وباش وبالنسبه للكومبانيومون نتاعها باش نعملوا شكشوكه بصل. فوالا حمد اي تونسي صحيت. شكشوكه بصل وطماط صحيت وفلفل وقرايه فلفل. اوكي هي البرشا. ونزيدوا معها شويه فريت او جراير كيما مستانسين في التونسي. وهكي المنيو نتاعنا يكون احضر. جوست تبقى لنا التحليه اللي هي بقلاوه البيت. هي البرشا نحسوا عشاء متنوش في حاجات هكا مشخشخه كيما يقول الاذواق. نبداو بالشوربه نتاعنا دونك بالمقرونه الجاريه. نستحقوا شويه زيت. تفضل. البصل هاكا بحذاك اللي فهمتوا باش تعملها بالخضره خاطر قاعده الرافج البينه وفي الخضره وفي الحمص. دونك باش ناخذوا اشطر بصله مفرومه. مغرفة ونص طماطم كونسونتري كالعادة، ومغرفة أو نص مغرفة. نص مغرفة هريسة عربي. باش يقلي الخضرة من الأول أكيد. كان الحمص ما قليهوش من الأول. الحمص ديما يقول لنا الشيف وقت اللي يغلي الماء معناها وقتها نرميوه. وأنا سألته قبل قلت له علاش الخضرة من الأول، قال لي خاطر تعطي تزيد تقوى معناها في البتقلية نتاعها. وسي فري ديجا توا الريحة لفلف طلعت. معناها احنا ديما عندنا في مخنا انه الخضرة ما فيهاش روح وتترمي في الاخر، الوغ كو كي تتقلى من الاول تعطي بنا على الاخر للطنجرة. ميم كي تفكر في البرود وكيفاش طلع بالضبط من رسمي، يعني يعطي مطعم بنين برشا وريحة مزيانة. دونك انا باش نزيد الدجاج نتاعي اللي هو خذيت الزر وقصيته مكعبات. دونك المكونات نتاعنا اتقلاو مليح كالعاده. نمرقو شطر تمريقه. دونك انا تهنيت عليك، معناتها رمضان جاي امورك واضحه. سافا جاوي بي. علاش قلت احنا البرنامج نتاعنا من سيره باش نعاونوكم على الدبره، لكن باش نوريكم الطريقه الصحيحه. معناها الكلنا ندخل الكوجينه ونطيبوا، لكن ساعات فما ديزاستيس صغار اللي يخليوك تبدل طريقتك في الترتيب ويخلي طنجرتك تبنين اكثر. هاني قلت لك انا مثلا الخضره ديما نحطها في الاخر ولا في البرود ومثلا نرميها مع الماء. فكره انك تقلي مثلا تشيش ولا انك تقلي الخضره حاجه هايله برشا وتعطي كما قلنا بنا اكيد للطنجره. دونك حطيت نص مغرفه فلفل اكحل، مغرفه كبيره فلفل احمر، وتو باش نحط شويه تبلو كرويه نخلط مع بعضه. حطيت مغرفه نتاع اكل ناقصه شويه. وتو باش نمرقوا اشرب المقرونه الجاريه نتاعنا، نخليو الدجاج نتاعنا يطيب
وبيان سور باش نزيدوا الحمص وقت اللي يتغلى الماء. ديجا احنا مرقنا دونك نجمو نزيدوا الحمص ونغطيوها تمشي سله سله. باهي اليوم هنينا على الجيري نتاعنا. نذكروا بالدبارة دونك بالنسبة للونتخي باش نعملوا صحيين تونسي بما انه فضلت لنا برشا سلايت من بارح دونك نجموا نعملوا بهم تشكيلة نتاع صحيين تونسي مزيان. وشاف اليوم دبر دجاجة محشية في الفور عادة معناها في الريستورانات كي تبدا هكا ماكلة سوري شوية نعملوا معاها طريف ليغوم سوتي ولا طريف روز. لا احنا اليوم دبرتنا تونسية هذاك علاش باش يعمل معاها شيف شكيشيكا تاع 66 كيف ومعاها طريف فريت. دونك نعملوا صحن تونسي ونتعداو ديريكت للسويت. دونك صحن تونسي المكونات الرئيسيه نتاعو اللي هما تروا سلاد تريوت سلاد نتاعنا التوانسه. ناخذ شويه سلطه مشويه قربنا كالزيتون وال شويه سلطه تونسيه. وباش نزيدوا سلطة الحورية شوية. عندنا العظم نتاعنا روبناه دونك طريقة التحضير نتاعو كيفاش خدينا خلينا ماء يغلي خليناه لمدة لين غلى الماء نحيناه من فوق النار كومبليتمون حطينا على الرخام وحطينا العظم نتاعنا لمدة 10 دقائق ومن بعد خرجنا العظمات بردناهم. إذا كان باش نخليهم ما نبردهمش دونك باش نكملوا الكويسون نتاعها. باهي دونك توا باش نزيدوا شويه هريسه. باهي أنا حضرت لك التون ديجا. هو عادة شايف لاحظتها الحاجات اللي تبدا فيها برشا حاجات معناها داخلين في بعضهم. كيما الصحن التونسي كيما البليبي كيما الكفتيجي كيما التستيره كل حاجات نتاع يبداو نتاع زربه ونتاع هي تحطها هنا فوق هذا فريمون تبدا حاجه بنينه 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 على الاخر معناها بالضبط. هذيك معناتها من الحاجات ديما الحاجه السريعه واللي تبدا تزرب على غفله وما تقرالهاش حسابها يعني تجي بلينا برشا. ليه وساعات تقول هذه ما تجيش مع هذه هما فينالمون كل شيء يركب مع بعضه. تو يقول قائل معناها سلطه نيه وسلطه مسموطه وعظمه وتن وكل شيء وفي الاخر تطلع خلطه عجيبه يعني حاجه بنينه وحتى في المنظر نتاعها تشهي كما ترى. هذا الصحن التونسي نتاعنا حضر نقصته رشه زيت زيتونه. وباش نتعداو مع بعضنا ديريكت للطبق الرئيسي اللي هو الدجاجه المحشيه. الدجاجه في الفور عاد. الدجاجه المصليه. دونك توا قبل ما نتعداو للسويت الشربه نتاعنا غلات نجمو بلوتو المقرونه نتاعنا جاري غلات. هذه مقرونه ورده اللي هي اسكارجو. اخترنا الموديل هذا يمشي برشا مع توسكي سوب. دونك اخترنا مقرونه ورده اللي هي منتوج تونسي رفيع موجوده في كل دار. ورده نعرف الكل اللي سرها المحبه هي سر الدبره البنينه والرسات الناجحه. دونك اليوم اخترنا الجيري بتاعنا مقرونة وردة اسكارغو. بالنسبة للونتخي عملنا صحيين تونسي. الطبق الرئيسي بالنسبة لنهار اليوم هو دجاجة في الفور ومعاها شكشوكة. باهي دونك نفوحوا الدجاجة وبعدين نتعداو للشكشوكة لطون الدجاجة دخلت بعضها بالكدا في اللفاح نتاعها. باهي باش نستحقوا بول باش نخلطوا فيها اكيد. احنا المارينيد نتاعنا باش نحضروه ابار دونك باش ناخذوا زيت. باهي نتصور فما كليلو زعتر ولا فما زعتر. فما زعتر اوكي. دونك حطيت كميه اللازمه من الزيت باش ناخذ الزعتر اللي عندي الكل باش نصبه. دونك الدجاج يحب برشا الزعتر في اللفاح. وباش ناخذ شويه هريسه عربي نص مغرفة كبيرة
كركم كيف كيف يعني نص مغرفة كبيرة. وعندي تبلو كروية مخلطين مع بعضهم يعاونوا في اللفاح بهين معناتها نجموا نستعملوهم. الفلفل الأكحل والملح ما يغيبوا على طعام. نص مغرفة متاع قهوة. زنجبيل هكا بحذاه ليه؟ هو في المطعم متاع الروتية اللي في مخاخ معناتها حتى أكلة الشارع، وإحنا اليوم معناتها حتى في الأونتري عملنا حاجة متاع ريستورون متاع حاجة كياساتنا متاع تونس وكل شيء، دونك ما تلقاش في المطعم متاع جونجونبر، ديما نلقاوها الأكثر مستزعر معناتها كركم وشوية زعتر وتلقى زر كليل من داخل. هذاك علاش معناتها تجنبت اني باش نحط شويه جونجبر باش نخليها كي سامبل مش نزيدو حتى شيء. هكا جست باش نحلو المكونات كل مع بعضهم بالكدا. دونك الماريناد نتاعنا لازمها تتحل مليح وباش نخليو الدجاجه تقعد اكثر وقت ترتاح في وسط الماريناد باش تشرب. معناها ندخلوها هي في وسط البول هذاك ونبسبسوها هذاك باللفاح هذاك. بالضبط باش نخليوها تشرب مليح. كيف ما نعرفوا الروتي لازم يطيب بالبوم نتاعو معناتها بالقشره نتاعو بالجلده بلوتو، دونك لازمنا نخلطوها مليح. حاولوا ندخلوا اللفاح في لي بارتي الكل باش الدجاجه تجينا فاوحه. كي نجيو باش ندخلوها الفرن نجمو نحطوا فيها في وسطها شويه خضره من داخل تقردي لها الفورم تبقى مسنتره معناتها الدجاجه نتاعنا. يو ميم تون مثلا كي باش نحطوا سفناري او بصل يسيبوا لنا مطعم وتجينا راويه الدجاجه سورتو بارتي البلون يعني الزدر ما تجيش شايحه برشا. والا عندنا طريقه اخرى مثلا نطيبوها في الماء مش الماء وحده يعني نطيبوها في بويون يبداو فيه شويه غارنيتور اروماتيك شويه زعتر شويه ثوم كذا الكلهم يعاونوا في المطعم. وكل ما تطيب اكثر في الماء كل ما تجينا راويه جوست ندخلوها للكوشه على الكولوراسيون. هذه من الطرق. والماء ذاك نجمو نستعملوه مثلا في سوب في حاجه في بلودو فوالا بالضبط معناتها في بوتاج نجمو نستغلوه. دونك هكا بالنسبه لنا الدجاجه بريسك حاضره باش نبقى لي تاتي نتاعها في الفور باش نخليوها على 180 درجه لمده معناتها ساعه غير ربع. ديكو تعمل كولوراسيون مزيانه نخرجوها ونكونوا متاكدين هي طيبه من داخل. بقات لنا كان الشكشوكه وباش نتعداو للديسير. شكشوكتنا شنو شايف بالنسبه اليوم؟ دونك بالنسبه اليوم شكشوكتنا شكشوكه بصل وطماطم وفلفل. شكشوكه سيفيه هايله به. اوكي به دونك ما نغفلوش على المقرونه نتاعنا لازم نحركوها صح؟ وباش نتعداو ديريكت للشكشوكه. دونك باش نستحقوا الزيت دونك باش ناخذ شويه زيت زيتونه كيف العاده. كيف ديماراج نتاع اي شكشوكه ما نحطوش فلفل من الاول جوست هكا باش نحافظوا على الكروستيونس نتاعو ويبقى معناتها شاد روحه. باش ناخذوا البصل قصيتو خشين شويه البصل وكما تعرف الشكشوكه ديما نحبوها معناتها ما تتحلش برشا الخضره نتاعنا. خذيت البصل والطماطم باش نخليهم يتقلاو مليح مع بعضهم وباش نحط معاهم سنينتين ثوم. باهي دونك يقعدوا يتقلاو في الزيت معناها عباره باش نسوتيوهم معناها. بالضبط دونك هما في شطر التقليه نتاعهم باش نزيدوا طومات كونسونتري نزيدوا هريسه عربي. دونك ديما الهريسه العربي معناتها من ريانا نزيدها في التقليه كل ما الفلفل نتاعنا يزيد يتقلى كل ما يزيد يسيب المطعم نتاعو كيما الفلفل المقلي اللي نفرحوا به. دونك كل ما يزيد المطعم نتاعو يقوى كل ما يعطينا كولوراسيون مزيانه. كيما مثلا في عجه المرقاز الفلفل لازم يترمى في الاخر معناها عاده بالضبط. في الشكشوكه ديما الفلفل هو اخر حاجه نرميوها. دونك كيما عجة المرقاز شاف الفلفل ديما هو اخر انغريديون نرميوه معناها باش يبدا محافظ على الروح نتاعو ويسيب هكا المطعم نتاعو نتاعو يبقى يتقرمش. دونك في اي طنجره زاد في لوبيا في حاجه ديما قرن الفلفل نزيدوه في الاخر. دونك انا هكايا البصل نتاعي والطماطم اتقلاو مليح باش نزيد مغرفه طماطم معجونه مغرفه كبيره ونص مغرفه هريسه عربي كيف كيف باش نخليهم
يتقلوا مليح. هو منظرها بركي شاهي معناها الحقيقه. من ريحه الخضره محلاها كي تبدا الخلطه مع بعضها، يوم بلوس شكشوكه تجيب زايد بصل كما ترى معناتها. احنا في تونس بالحق عندنا انواع منوعه نتاع شكاشك، من الصيفيه للشتويه للي بالقديد للي تبدا بالطماطم الخضراء، شكشوكة البصل، شكشوكة القرع، شكشوكة الفول، بتنجيل كلهم فما برشا بالضبط. وتجي هكاكا وحدها معها نفقصوا في وسطها طريف عظم ولا معها طريف سردينة ولا تريليا تبدا مقلية، بنا على بنا الحقيقة. دونك لي زانجريديون تاعي تقليهم مليح باش نعمل الكوب شوية ما سخون. دونك كيما نعرفوا الشكشوكه لازم تجي شاده معناتها روحها في الكدا، ما نمرقوش برشا، سورتو عندنا طماطم تسيب الماء نتاعها والكونتيتي الكبيره نتاع البصل زاد كيف كيف. دونك توا باش نزيدو الفلفل الاحمر اللي كيما نوصيكم ونعاود انه ما نحطوهش في التقلي على خاطر يمرر يمرر يتحرق ويمرر مع الزيت يبدا سخون. باش نحط شويه كركم والملح والفلفل الاكحل ما ننساوهمش كيف العاده. ريحه بنينه على الاخر على الاخر على الاخر. كما اي نوع نتاع خضره زاده ديما لازمنا نار هاديه، معناتها يسرتو طنجره طوسيه ديما تحب تسلى باش تاخذ في زيتها في عقلها، ما تستحقش برشا معناتها ما تحبش حاجه مزروبه، وميم الشكشوكه اللي هي مزروبه ما تحبش معناتها فيسا فيسا، دونك كل حاجه تاخذ وقتها. نرجعوا للحديث على الطماطم الخضراء اللي قلنا ياسر تعطي بنه في الطنجره، معناها سورتو كي تتقلى تسيب جو وريحه ياسر 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 بنينه. دونك احنا توا كيما ترى فيها تقلات مليح، الطماطم سيبت الماء نتاعها، البصل زاد تسيب الكدا، دونك توا باش نزيدوا الفلفل نتاعنا. باش نخليوها حكايه 5 دقائق ما نفوتوش، لو طون معناتها الفلفل ذبل. وهكي تكون الشكشوكه نتاعنا حاضره سريعه في التحضير وبنينه برشا اون تيرم دو جو، معناتها حاجه باهيه. ما نفقصوش في وسط عظمه ليا؟ احنا عندنا دجاج بروتين ونزيدوا عظم، دونك تحس وعندنا العظمه في الصحن التونسي. اسمع انت بديت تتشهد فيك جار. اسمعني الريحه غلبتني اليوم. اول حاجه الصحن التونسي شكون ما يحبش الصحن التونسي؟ الدجاجه منظرها هكاك كيفاش متصدره هكا اميره في الفور، معناها مش في بيتي زوجي، هذه اميره في الفور وهي متصدره وهكا بدات تاخذ في اللون نتاعها. دونك وشكشوكه ريحتها نودكم ولا شهيكم ايكو دير، معناها جاري بالخضره حاجه تحفونها برشا. دونك تقريبا هذا هو عشانا بالنسبه لليله. قعدت لنا توا التحليه، هي تنذكروا شنو التحليه نتاعنا بالنسبه لصارت الليله؟ دونك بالنسبه للتحليه نتاعنا باش تكون بقلاوه البي اللي هي كيما طاجين البي ولا اي حاجه نتاع البي ولا نسميوها بورجوا، يعني فيها تروازيتاج. احنا بنفس البرانسيب نتاعنا نتاع العاده اللي هو حلو واللوز، باش نوريكم الطريقه كيفاش نحضروا بقلاوه البي ونعملوا سيباراسيون ما بين ليزيتاج نتاعنا. دونك نحضروا ميزون بلاسنا ونبداو في الديسير. داكور دومينا، نتلقاو شويه بعد الديسير. هاي توا باش نتعداو مع بعضنا للتحليه اللي هي بقلاوه البي. دونك باش نستحقوا لوز اكيد وسكر محاور، مي كيلات اللوز لازمهم يكونوا سيباري على خاطر كل تاج من بقلاوه البي عنده كولور معين. دونك باش نخلطوا كل واحد وحده، ديجا حضرنا 3 بول ديفيرون. بالنسبه للبارتي الكولورها خضراء، احنا عندنا شويه بيستاج، دونك باش نخلطوا شويه لوز وبيستاج. هكاك ما نسحقوش برشا ملون غذائي اخضر، اما احنا ديجا جبنا معنا شويه باش اذا كان ما خلطناش الكولور اللازم نزيدوا قطرات منه. بالنسبه للدوزيام كوش لونها حمراء، دونك جبنا ملون غذائي احمر، والاخرانيه بيضاء دونك ما تستحقش ملون. باش ناخذ اللوز نتاعنا هنا غيت البيستاش. ان توكا صح عليه البي، اشب طاجين عنده هو نسمي باسمه، اشب بقلاوه عنده هو، وقال توك على امتداد التاريخ هكا طاجين البي وبقلاوه البي. دونك ديما نفس اشترى الكميه نتاع
اللوز باش تكون سكر كلاس. اوكي يعني كان ناخذ 200 غرام لوز ناخذ 100 غرام سكر كلاس. اذا كان 300 لوز 150 عرفت تحسوا درس في الحساب. باه نخلطوا مليح. بالنسبه لبقلاوه البيض ماناش باش نستحقوا عظم، باش نلموها كان بالعطرشيه. دونك باش ناخذوا شويه ملون بالحمراء. ديما الملون نحطه بشويه ونتبعه على خاطر يغدر. عندك شي مغرفه كبيره حليك؟ اما لحظه جيب لي ما غادي ما حبش نخرب خاطر ما نجم مسخ دبشي. هو هو لا مسخه هذه زاد هات سامحونا خاطر ما يجيش راهو نخلط بمغرفه صغيره. دونك باش نزيدو دونك شو نزيد في العطرشيه بشويه. هي نورمالمون تحلت سي بون دونك تنجم تكمل تخلطها بيديك. ما تخافش كل روم بقدرة ربي يتنحى بعد ساعتين ثلاثة أربعة. لا سافا ما عملناها وقتها في كعب اللوز دونك. اوكي أنا باش ناخذ البارتي الخضراء. جوست نصيحة هوني وأستوز كيف تبدا عندنا برشا ديبات عندهم الوان باش نخلطوهم ديما نبداو بالفاتحه على خاطر ميم حتى كي تمسخ يدينا ولا حاجه ديما تبقى اقل اضرار. احنا تو في الكا هذه نورمالمون اول واحده نبداو بها اللي هي البارتي البيضاء اللي انا باش نحضرها توا. ودونك اسما بدات في الالوان دونك هي اللي باش تكمل لنا بقيه الالوان. دونك بالنسبه لي انا باش ناخذ البيضه احنا قلنا العجينه ما نعركوهاش اما جوست نلموها نلموها باش ما تقرش زيتها خاطر اللوز اذا كان قر زيته يقعد معناتها ما عادش يصبر يقعد يشيح بشويه بشويه لين تيب سكابت الحلوم تاعنا. يسرتو احنا مش نستعملوها الكل معناتها الكونتيتي نتاع الحلوم في 24 ساعه اكيد. في بالي سافا ولا نزيدوها تريف كولورون ترا على الغوز شويه هي. زيدها شويه خاطر مازالت ناقصه وحاول دخل الكولور بالكدا في وسطها على خاطر هكاكا بلايس بلايس يعني مش باين فيها الكولور. راني فايقه بك اللي انت قاعد تعرك وقاعد تغزر هم تو. انا قاعد نتبع معك البات نتاعنا البيضه حضرت سي بون باش نخليوها ابار وباش نتعدى الخضره بوسكو اسمل توا مازالت واحله في الحمراء مش مشكل. قال لك الحاجه الباهيه كيفاش نقولها الفول يتباع بالرزانه معناها بشويه بشويه في العقل شنو اللي ورانا؟ مش الفول الصوف المليح يبتا صحيت هذاك هو ما لقيتش المثل المليح يبتا شايف فايده في الزربه هو بربي شنو اللي زربنا ترى انا قاعدين شغال فتره هذاك بيه واحنا طولتنا ما توسعش بالك واذا كان ما تعملش حاجه بكيف وكل شيء ما زيد معناها نعملوا دي بودان كالعادة؟ لا لا المرة هذه مش دي بودان، المرة هذه باش نخدموا برولو. دونك هذه البات الخضراء بتاعنا. محلى لونها مع الفستق بالحق. بالضبط عطاها كولور معناتها مش كيما تبدا ارتيفيسيال كيما دونك تنجم تسبح هذيك البيضة والروست خليها بعضها بعضهم. باهي. دونك هكا لازمنا نغسلوا يدينا مليح. باش نحاولوا ان ما نمسخوش مثلا البيضه ما تمسخش بالاخضر الروز كيف كيف تبقى الكولور نتاعها نظيف. وباش نتعديو ديريكت للمونتاج اللي هو اول حاجه باش ناخذوا البات نتاعنا باش نحلوها برولو يعني بالقلقال
دونك سي سروي احنا باش ما تلصقناش بابي سلوفان. انا وقتها نتفكر مره قلت لك نجمو نرميو شويه فرينه، قلت لي لا باش يولي يبدل المطعم والتكستور نتاع البات. بالضبط، دونك احسن حل ان نخدمو على بابي كويسون. من احسن الطرق هو البابي كويسون. دونك انا خليت ليبيسور نتاع بريسك 1 سنتيمتر، معناتها باش تجينا علوها 3 سنتي على خاطر كل واحده باش نعمل فيها سنتي. كما لاحظتوا معناها اون فوا عملنا لي كولور معناها في التنتوره معناها في وسط العجينه بعد ما عادش تصبغ معناها. بالضبط، ما نخافوش من القلقال مثلا نقولوا لا بالكش يولي لونه احمر ولا لونه اخضر. نو دونك ديما نحاول انهم ليزيتاج نتاعي يكونوا مستويين، ديما تمس عادي يدك من فوق تفهم اسكو فما طالعه هابطه لا من رجله باش نتعدي للخضرة كيف كيف. دونك باش ناخذوا الخضره اللي هي باش تكون في الوسط تحب نهزلك البيضه خاطر انت مادام يدي مازلت اوكي. كان جاي تحتها بابي كويسون تتهز اسهل برشا. اكيد نتصور اي، واحنا جربناها خدمنا وقتها بالبابي كويسون. دونك عندنا 3 طبقات اللي عندنا. اوكي. دونك ديما نمسحوا يدينا مليح باش ما نمسخوش الفاز نتاعها. دونك توا نمشيو للاجناب نحاولوا نستويوها لو ماكسيموم. نعطيوها ضربة صغيرة بالقلقال باش يلصقوا في بعضهم بالباهي. توا تقعد الحكاية صعيبة، هذا اللي أصعب حكاية اللي هي فرمة البقلاوة. بالنسبة للفرمة ماهيش بالعكس سافا، معناتها ماهيش صعيبة برشا، دونك جوست هكا باش نقمروها كيفاش تمشي البرانسيب نتاعها تسهل. دونك احنا لازمنا بشكل مستطيل وهو ماشي على الطول بكله، فهمت؟ دونك هكا اكزومبل هكاكا باش نعمل واحد اخر مقابله بالضبط نحيو الديش نتاعنا. كيما راهو في الالوان جاو مزيانين برشا. ناخذوا زاوية 45 درجة. اي. ونقصوا البقلاوة نتاعنا. هكايا بقلاوة الباهي نتاعنا. الالوان نتاعها مزيانين كيما ترى فيهم. بلايص الفستق زادا عاطيين بالكدا في المنظر. وتحسها فينو ومشخشخه كي بالفاكهه سورتو كي تغزر من هوني وترى الفستق لون حاجة الاخضر حاجه مزيانه ياسر، عرفتك لي نيوانس نتاع الاخضر. هكايا باش نكملوا بنفس الطريقه البقلاوه الباهي نتاعنا. الدجاجه نتاعنا ريحتها تضرب من الكوشه، دونك باش لازمني نمشي الشكشوكه زادا بنينه وريحتها لازمني نمشي نتفقدها. دونك ما بقالنا كي باش نتقابلوا على طاوله شقان الفطر هكاكا. هكا نتقابلوا بعد شوية على طاولة شقان الفطر وإن شاء الله ديما. يعطيك الصحة شيف، محلاها تيولتنا مزينة منورة، طعم 66 كيف كيف العادة، بدبارات تونسية مزيانة وعلى الكيف. هاي هات نذكروا السادة المشاهدين كيف عادتنا وعوايدنا بدبارة اليوم. بالنسبة اليوم كان السوب نتاعنا ولا المقبلات الساخنة كانت مقرونة جارية. اخترنا وردة اسكارجو الحجم الصغير بالكل، حطينا فيها شوية سفناريا شوية جلبانة، عملناها بالدجاج حبيناها تكون خفيفة. دونك بالنسبة
المقابلات الثانيه كان صحن كيف هكا يشهي ترونش ليمون كما ترى فيه معناتها ورشه زيت زيتونه بلوتوم الفوق. بالنسبه للطبق الرئيسي كانت الدجاجه الروتي نتاعنا بالفريتا وكجراير جراير معناتها كيما في الكوجينه التونسيه ورشه المعدنوس هذيك ما ننساوهاش. شوكة البصل والطماطم اللي ريحتها تفحفح في السوق ريحتها بنينه برشا. بالنسبه للتحليه نتاعنا كانت بقلاوه الباي زدنا فوقها كعبات زوزة هكا باش نزينوها غطسناهم في شحور خفيف باش يوليو بريون ويلصقوا فيها معناتها ويلصقوا من الفوق. هكايا كان المنيو نتاعنا بالنسبه لليله. ما بقى لي كان باش نقول لكم شي هي طيب. يعطيك صحة شيف على هالدبارة البنينة، إن شاء الله تكون دبارتنا بالنسبة لليلة عجبتكم، شمزيل جميعا إن شاء الله ونعيدوا في خير ونعمة. أنا زادة ما بقالي إلا باش نقول لكم إن شاء الله الشهية طيبة الناس كل وإن شاء الله ديما عامرة.